سيدة نائلة، هناك اتهامات للشرطة الإسرائيلية بأنها تتجاهل قضايا القتل التي تتم في البلدات العربية، ما تفسيرك لذلك؟ يعني هي معنية بأن نقتل بعضنا، يعني سياسات ممنهجة إسرائيلية عنصرية صهيونية بفخار يكسر بعضه، فخار يكسر بعضه، فهذا سلاح طول ما هو موجه للفلسطيني في داخل فلسطين والعربي اللي أخو يقتل أخوه، فعمليا هذه سياسات دائما كانت ممنهجة على مدار سنين. اليوم هن طلعوا بخطط بدهن يحاربوا الجريمة، خصصوا ميزانيات ضمن الائتلاف الحكومي والقائمة العربية الموحد الموجودة في الائتلاف الحكومي، وكأنه راح يحلوا الإشكاليات. صاروا يدعوا لتجنيد الفلسطينية في داخل سلك الشرطة أو ما بيسمونا مسلمين، يعني كمان ميزوا بناتنا وصاروا يقسمونا لملل ولطوائف عشان يتعاملوا معنا ويساهموا في حل الجريمة. فهذه كلها عمليا هي فقط تجذر وتهمش قضايانا الجوهرية الوطنية، وتساهم أيضا في تجذير كل المفاهيم الذكورية، يعني اتبعوا كل السياسات أيضا تاعت أنه يتوجهوا للمشايخ للقيادات العليا من أجل حل أزمات عائلية، ولم يتوجهوا نبقى في عوامل انتشار الجريمة. تتحدث معلومات عن انتشار كبير للسلاح غير المرخص بين صفوف العرب، ما صحة هذا الأمر وما أسباب ذلك؟ يعني الحديث حسب كمان وزير الأمن الداخلي في حينه انحكى على عدة آلاف، على آلاف من الأسلحة غير المرخصة موجودة في بلداتنا الفلسطينية العربية في 48. وأيضا كان تصريحات يعني صارخة من قبلهم كوزير الأمن الداخلي ومراقب الدولة أنه 80% من مصادر هاي السلاح هي من الجيش الإسرائيلي، هي من قوى الأمن الإسرائيلي، وقالوا أنها مسروقة، وقالوا أنها تباع. يعني هالشرطة والدولة التي تدعي أنها هي عندها كل الوسائل من أجل أن تحمي ذاتها وادعاء الأمن القومي وحماية ذاتها بكل قضية أنه مهددة من كل العالم العربي اتجاهها، فهالدولة هذه مع كل إمكانياتها لا تستطيع أن تجد، وهذا هو الاستنكار تاعنا، لا تستطيع أن تجد من يسرق هذا السلاح إذا كان سرق، إذا تم بيعه من باعه، أين موجود هذا السلاح. نحن نعرف إنهم يستطيعون إن أرادوا، ولكن هن كانوا معنيين وهن معنيين حتى الآن بأنه هذا سلاح يساهم في تصفيتنا كفلسطينية في داخل هذه البلاد، وبالتالي نحن نحملهم مسؤولية على حياتنا وعدم أمننا وأماننا في بيوتنا. يعني لا يعقل أنه إحنا كل يوم في بلداتنا وفي بيوتنا بنسمع صوت رصاص، ما بنقدر نمشي بالشوارع، أولادنا وبناتنا بخافوا يقطعوا الشارع وبخافوا يمشوا بالشارع. هذا ما تريده دولة